السلام عليكم، أنا محمد غنايم. لنفترض أن لديك عمل ما يتوجب عليك إنجازه. لنأخذ الدراسة كون أنكم الآن في فترة اختبارات، ربما مثلا يجب عليك أن تحفظ 5 صفحات في مادة ما. تجلس على الطاولة وتضع الكتاب أمامك، وحينها تبدأ بالتفكير: لما لا أرتب الطاولة قبل أن أبدأ؟ هذا يساعدني في التركيز. بعد ذلك تأتي أفكار أخرى: لما لا أتصفح الإنترنت سريعا ثم أبدأ؟ يوجد معي وقت. بعد ذلك تنظر الكتاب وتقول: اليوم ليس لي مزاج للدراسة، غدا أبدأ، لن يؤثر ذلك علي، وتنهض من مكانك. كم شخص مر بهذه الحالة منكم؟ أعتقد كلنا دون استثناء. صحيح، بداية لنتفق أنه لا يوجد شخص في العالم لا يؤجل. مهما كان ستجده في مرحلة ما يؤجل ويسوف. فأنت عندما تؤجل أمر ما لا تعتبر ذلك خلل بك أو بشخصيتك، كأن تقول: أنا دائما كسول، أنا هكذا من صغري، أنا شخص ذو همة ليست عالية. لا، فالتأجيل فطرة أنت خلقت بها. مهما حاولت ستجد نفسك في مرحلة ما تؤجل، لأنك لو كنت تستطيع عدم التأجيل لأصبحت كاملا، والكمال لله وحده. يقول الله سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. أنت ضعيف لدرجة أنك لا تستطيع إنجاز أمر واحد بشكل كامل. أقصد بكامل الكمال وليس الإتمام. أعطيني أمر واحد في حياتك أكملته بشكل كامل. لا يوجد. قد تقول مثلا: درست المادة الفلانية كلها من أول كتاب إلى آخره، أتممتها. نعم، أنت أتممتها، درست الكتاب المقرر فقط، ولكن من المؤكد أن هناك معلومات حول ما تدرس لم تطلع عليها ولم تعط بها خبرة ولا توجد في الكتاب الذي بين يديك أساسا، فأنت لم تكمل المادة بل أتممتها. صحيح، من منا يستطيع أن يتعلم عن شيء واحد كل شيء؟ لا يوجد. لذلك تجد العلم يتطور، وكل شخص يأتي ويبدأ بالتعلم من حيث ما انتهى من قبله. أنا على المستوى الشخصي لي فترة وأجل التحدث في هذا الموضوع، يعني تخيلوا أجل حلقة على التأجيل. الله المستعان. باختصار، التأجيل ليس عيب بك وحدك، بل هو ما جبلت عليه، ولكن العيب هو أن لا تحسن التعامل معه. ومن هنا موضوعنا في كيفية التعامل مع التأجيل. وأنا أخبرك بكل ثقة، لو طبقت ما سنطرح اليوم ستتحسن حياتك للأفضل في إنجاز الأمور بإذن الله. التأجيل ليست مشكلة في تنظيم الوقت، بل هي مشكلة في تنظيم المشاعر. فأنت لم تنهض من هناك إلا عندما بدأت المشاعر السلبية بالتوافد إليك: أنا الآن غير مستعد، وقت آخر يكون أفضل، يوجد معي وقت كثير، أنا هذه المادة لا أحبها أساسا، إلى آخره. مشاعرك وأفكارك أصبحت كالجدران بينك وبين ما يتوجب عليك فعله، وأنت من وضع هذه الجدران بينك وبين ما يتوجب عليك قبل أن تقرأ أو تطلع على كلمة أو حرف مما يتوجب عليك فعله. فبالتالي هي مشكلة في تنظيم المشاعر والأفكار لا الوقت. أتعلم ما الأصعب؟ عندما تقوم بربط الفكرة السلبية بالأمر الذي يتوجب عليك فعله. كان تأتيك مثلا فكرة سلبية: لماذا ندرس إذا كنا في النهاية سنموت مثلا؟ فتقوم بربط هذه الفكرة السلبية بالحفظ، فتقرر عدم الحفظ وتصاب بالإحباط وتؤجل. المشكلة عندما تعود في اليوم التالي وتقرر أن تبدأ من جديد، تكون الأفكار السلبية مضاعفة عليك، لأن عامل الوقت قل، وأصبح الآن يتوجب عليك أن تنجز المادة في وقت أقل، فالتوتر يزيد وتدخل فيما يسمى بالتوتر السلبي. يعني تصل لمرحلة تقول: أنا لا أريد أن أدرس وسأدخل الامتحان كما أنا، واللي يصير يصير مثلا. لذلك لتجنب التأجيل لابد أن تقنع دماغك بعدم التفكير بأفكار سلبية. إذا أردت أن تفكر، فكر في الجائزة والفائدة التي ستحصل عليها إذا أتممت هذا الأمر. والآن سأناقش معك بعض الأمور التي تساعدك في التعامل مع التأجيل، فاحرص على سماعها. الطريقة الأولى: جزئ وقطع المادة قبل أن تبدأ، كما الأكل. نحن نقوم بتقطيع الطعام في فمنا قبل أن يذهب إلى المعدة ثم إلى الجهاز الهضمي، وهذا يساعد في هضمه وكذلك الدماغ. مثلا افترض أن لديك 5 صفحات تود حفظها، قم بتقطيع هذه المادة إلى 10 أجزاء، وكل جزء أعطيه 10 دقائق مثلا، ثم ابدأ. طبق هذه القاعدة في الأمور التي تشعر أنك قد تؤجلها. في كتاب اطلعت عليه تحت عنوان الخرائط الذهنية ومهارات التعلم، جاء فيه يعني بالملخص أن من يقوم بتجزئة المادة قبل حفظها تجعله أسرع بديهيا في فهمها، وبالتالي هو يرسم خريطة ذهنية للمادة في دماغه تساعده في الاستنباط مما تعلم. يعني كثيرا منا نلاحظ أنه يحفظ دون فهم، وبالتالي تجده ينسى بسرعة ما حفظ، ولا يستطيع أن يوظف ما حفظ في أمور أخرى خارج الامتحان. صحيح، بينما من يقطع المادة ويحفظها على أجزاء تجده لا ينساها بسهولة، بل ويستطيع أن يستنبط منها، ويستطيع أن يربط بين ما تعلم الآن وما تعلم قبل شهر، ويستطيع أن يستغل تلك المعلومات في حياته العملية. وهؤلاء الفئة عندما تجلس معهم تشعر أنهم يعلمون كل شيء، فهو يحتوي على أفكار ومعلومات كثيرة، فأنت تتعجب حتى تقول: كيف تذكر هذا الشخص كل هذه المعلومات؟ وهذا يعود لاستخدامه خاصية التقطيع في الحفظ. الأمر الثاني: ابدأ بالصعب أولا. دائما تلاحظ أنك عندما
تبدأ بأمر ما تكون همتك عالية وطاقتك عالية، وبعد فترة قليلة تصبح الهمة ضعيفة. فبالتالي عندما تنجز الصعب أولا سيبقى السهل، وبالتالي ستسعد بإنجازه فيما بعد. الأمر الثالث والأهم هو أن تتخلص من كل ما يشتت انتباهك، يعني باختصار الإنترنت. أعلم صديق لي كان عندما يأتي إلى المكتبة كان يحضر معه هاتف نوكيا صغير فقط، يرسل ويستقبل الاتصال فقط لا غير، ويبقي هاتفه المتطور في منزله حتى لا تجبره نفسه على خسارة الوقت في تصفح الإنترنت وبالتالي عدم الدراسة. ففي حال طبقنا ما ذكرنا لن نضطر لقول جملة يا ليتني طبقت هذا العمل السنة الماضية، يا ليتني لم أؤجله. يعني كلمة يا ليتني أساسا كئيبة. تعرفون من السهل قول قطع ما تريد قبل أن تبدأ، أو ابدأ بالصعب أولا، أو تخلص من المشتتات. يعني الفعل صعب يا محمد قد يقول أحدكم، وأنا أتفق معه تماما. لذلك سأخبركم الآن عن منهاج في التعامل مع التأجيل اطلعت عليه وأحببت أن أنقله لكم. قبل أن تبدأ بالعمل الذي ستشعر أنك ستؤجله، قم باستخدام قاعدة الخمس ثواني. عد 5 4 3 2 1. هذا الأمر ينشط الكورتكس في الدماغ. بعد ذلك اعترف أنك متوتر، لأن التأجيل يستخدمه الدماغ لمنعك من التوتر. فالتأجيل هو مضاد توتر أساسا. أنت عندما تشعر أن أمر ما صعب وممل جدا، الدماغ مباشر يقترع عليك أن تؤجله، ويعتقد أنه يحميك بذلك من التوتر، ولكن هو يزيد الأمر عليك. يعني قم بالعد 5 4 3 2 1، ثم اعترف أنك متوتر. نعم أنا متوتر اليوم، أعلم ذلك، ولكنني سأحاول. بعد ذلك أجبر نفسك على فعل ما يتوجب عليك فعله في 5 دقائق فقط. تحملها ولا تطلب من دماغك أكثر من 5 دقائق لأنه سيرفض. ثم ابدأ. بعد 5 دقائق أعطي نفسك استراحة، افعل ما تفعله في الاستراحة، افعل ما يبهجك. بعد ذلك ستشعر أن الأمر سهل، ولن تشعر أنك ترغب في تأجيله، فتعود له وتقوم بإنجازه بإذن الله تعالى. هذا المنهاج الغير تقليدي في التعامل مع الأمور التي تشعر أنك ترغب في تأجيلها وتكون ذات وقت غير طويل. على المستوى الشخصي أجد أن الحل المطلق في مسألة التأجيل تتمثل في أمر مهم، مع أنني لم أجد في كثير مما قرأت واطلعت في هذا الموضوع. الأمر هو الصلاة. يعني بالفعل من يصلي 5 صلوات في أوقاته تجده لا يؤجل كثيرا، صحيح، لأنه وفقا للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل هو لديه 5 صلوات في اليوم، يعني لديه 5 أوقات يكون فيها متفرغ للوضوء، ثم الصلاة، ثم الجلوس مع الأهل، ثم ربما تناول الطعام، ثم العودة إلى الجهد الذي ينبغي بذله. ولكن لو كانت المشكلة في أنك تؤجل حتى الصلاة، فأعتقد أنه يجب عليك أن تبدأ بقاعدة 5 ثواني من الصلاة أولا. 5 4 3 2 1. نعم أنا ليس لدي رغبة في القيام والتوضؤ في هذا البرد، ولكنني سأجبر نفسي 5 دقائق فقط للقيام بهذا الأمر. ثم يتوضأ وصلي، ثم أعطي نفسك استراحة وتصفح الإنترنت بهذه البساطة. في النهاية أحبتي في الله، اعلم أن أحسننا من أحسن التعامل مع التأجيل، فأجل وأنجز ودمتم في أمان الله.